خاصة في العالم القروي، والنموذج نسوقه اليوم من مشرع بالقصيري، نقطة قروية تقع على أطراف سيدي قاسم. من مركز قروي إلى جماعة حضرية تحتضن اليوم أزيد من 30,000 نسمة. مدينة مشرع بالقصيري التابعة إداريا لإقليم سيدي قاسم. حل معضلة النفايات السائلة في منطقة ذات طابع قروي يندرج في إطار حماية البيئة. هي حاضرة مشرع بالقصيري ضواحي مدينة سيدي قاسم وعلى المشارف وادي سابو. يحتاج الناس في هذه المدينة إذا اختلت أو تعطلت البنيات التحتية للمواصلات، لكن أناس آخرين يتقاسمون معهم المدينة ذاتها، يعيشون في وضعية العزلة والهشاشة، لا مظهر فيها لمعالم المدينة ولا القرية. حي البيطات كان من المفترض أن يشكل واجهة حضارية لمدينة مشرع بالقصيري، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن. لا مساحة خضراء ولا ملاعب رياضية وبنية تحتية مهترئة. مشهد روتيني ولينا كنعيشوه كطاقم برنامج هوات كل ما جينا لمدينة مشرع بالقصيري. مليمترات قليلة من الشتاء كتغرق الشوارع والأزقة. في طريقنا للملعب البلدي مشرع بالقصيري جمعنا واحد المكان كيتسمى في أوروبا والدول المتقدمة حديقة الألعاب، ولكن هادشي اللي قدامنا غادي نسميه حديقة الألعاب. سيرة نقل أضحت مألوفة لدى ساكنة مشرع بالقصيري والجماعات القروية التابعة لها في ظل نقصية وانعدام سيارات الإسعاف. الساكنة تتكبد عناء السفر وتتدبر الوصول إلى المستشفى بطريقتها الخاصة، لكن هل الخدمات الصحية بالمستشفى المركزي للمدينة تستحق هذا العناء؟ عند دخولنا إلى المستشفى لم نجد سوى طبيبا، أي معدل طبيب لكل 1671 نسمة، وعدد لا يزيد عنهم بكثير بالنسبة للممرضين. مدينة بالقصيري الصغير والكبير كيتكلم على الحظوظ اللي وصلت ليه الممارسة الكروية في مدينة بالقصيري عموما وفريق العمل المحلي خصوصا. وأنت تتجول بمدينة مشرع بالقصيري تفاجئك كوامر من النفايات التي تؤسس شوارع وأحياء المدينة. واش مدينة هذه؟ هذه مدينة دابا هذه؟ هذه مدينة اللي حالتنا الزبولات ما كنعسوش لا في القيالة لا في الليل. إنه الطريق إلى مشرع بالقصيري، المدينة التي تأسست عام 1913. الفلاحة الصناعية ذات أهمية اقتصادية كبيرة في قلب سهل الغرب. لأن ديك السيدة اللي غتقول لك فين غتنزل وسطران كتخدم غير من سيدي يحيى الهوم. نسى راسك بالنعاس تلقاك كتقبل البلوط في بالقصيري وانت راه ما عندك بيه الغرض اصلا.